receptors. احنا اول شيء نجي نشوف الكلاسيفيكيشن اوف ذا اوتونوميك نيرفوس سيستم ريسبتورز. الاوتونوميك نيرفوس سيستم ريسبتورز وي هاف تو تايبس اوف ريسبتورز. Either we have the receptor for the parasympathetic nervous system and receptor for the sympathetic nervous system. بالنسبة لل هذه الريسبتورات اللي احنا بالتقسيمات مالتنا موجودة بالإفكتور أورجانز، لأنه احنا نعرف أنه الترانسميشن أوف امبلس من البري جانجليونيك إلى البوست جانجليونيك هي فقط تستخدم الأسيتايكولين، والريسبتور الوحيد كنيورو ترانسميتر، والريسبتور الوحيد هو النيكوتينيك ريسبتورز. بس بالنسبة للإفكتور أورجانز اللي هو أو التارجت أورجانز، فعندنا ريسبتورات خاصة بالسمباتيتك نيرفوس سيستم وريسبتورات خاصة بالباراسمباتيتك. بالنسبة للباراسمباتيتك ريسبتورز تنقسم إلى قسمين، أما تكون ماسكارانيك أو نيكوتينيك. الديفرنس بيناتهم انه الماسكارانيك ريسبتور هي تكون ريسبونسيف انتو وان اوف ذا بويزنس الكالويدز ذات از اوبتيند فروم مشروم نسميه بالماسكارين، بينما النيكوتينيك ريسبتورز تكون ريسبونسيف الى الكالويد ذات از فاوند ان توباكو اللي اسمه نيكوتين، فلهذا يسموها نيكوتينيك ريسبتور لانه تكون ريسبونسيف للنيكوتين، بينما الماسكارانيك ريسبتورز تكون ريسبونسيف للماسكارين. بالنسبة للماسكارانيك ريسبتور دائما تكون ميتابوتروبيك، بينما النيكوتينيك ريسبتور تكون ليجند جيتد ايون شانلز اور ايونوتروبيك ريسبتورز. فالنيكوتينيك ريسبتور هي يسموها ايونوتروبيك ريسبتور او تكون ليجند جيتد ايون شانلز، لكن الماسكارانيك ريسبتور تكون هي ميتابوتروبيك ريسبتور او تكون عبارة عن جي بروتين كابولد ريسبتور. ميتابوتروبيك receptors لأنه تؤدي إلى السيجنالينج مالتها يصير عن طريق الانزيماتيك رياكشنز أو انزيماتيك اكتيفيشن أوف أذر سيجنالينج مولكيولز، وهذه أكثرها تكون عبارة عن جي بروتين كابولد ريسبتورز. زين، وعندنا طبعا تنقسم هذه الماسكارانيك ريسبتور الى انواع من M1 الى M5 اللي هسه درسوها اكثر شيء هي M1 وM2 وM3. الM1 والM3 اللي هي عباره عن جي كيو coupled receptors، لكن الM2 هي جي اي coupled receptors. الجي اي اللي هو الجي انهبيتوري اللي هو الانهبيتوري جي بروتين، والانهبيتوري جي بروتين مثل ما ذكرنا بالسابق انه وظيفته يقلل السايكليك اي ام بي، لكن الجي كيو اهميته انه يزيد لي الفوسفولايبيز انزيم ويزيد لي داي اسيليجليسرول اند انوسيتول ترايفوسفيت. بالنسبة للسمباثيتك نيرفوس سيستم ريسبتور الادرينرجيك ريسبتور كلها تكون ميتابولوتروبيك ريسبتور وتكون جي بروتين كابولد ريسبتورز، وهذه قسم منها تكون جي اي اكو جي اس او قد تكون جي كيو. تنقسم السمباثيتك نيرفوس سيستم ريسبتورز الى الالفا ريسبتور والبيتا ريسبتورز. الالفا ريسبتور عندنا نوعين اللي هي الالفا 1 والالفا 2، والبيتا ريسبتورز عندنا ثلاث انواع اللي هي البيتا 1 والبيتا 2 و بيتا 3. هذا الجنرال كلاسيفيكيشن مال الريسبتورز فور ذا اوتونوميك نيرفوس سيستم. اند ناو وي ار جوينج تو ديسكاس اباوت ذا ريسبتور الماسكارانيك اند نيكوتينيك ريسبتورز. طبعا الفرق المهم بين الماسكارانيك وال نيكوتينيك انه نيكوتينيك هي ايونوتروبيك ريسبتورز، يعني ليجند جيتد ايون شانلز، يعني معناته انه البريود اوف اكشن مالتها تكون قليله بين الملي سكند انتو سكندز، لكن الماسكارانيك ريسبتورز هي جي بروتين كابولد ريسبتور، لهذا يكون البريود اوف اكشن مالتها تكون نوعا ما اطول لانه تكون متعلقه بالجي بروتين. فبالنسبة للكولينيرجيك ريسبتورز مثل ما قلنا هي عندنا الماسكارانيك ريسبتور اللي هي جي بروتين كابولد ريسبتور ونسميها ميتابولوتروبيك، وسميناها ماسكارانيك ريسبتور because they recognize muscarine and muscarine it is an alkaloid that is obtained from mushroom. بالنسبة للنيكوتينيك ريسبتورز هي ايونوتروبيك ريسبتورز او ليجند جيتد ايون شانلز، اند they can recognize nicotine، فبما انه تجي تتحد ويا نيكوتين سموها نيكوتينيك ريسبتور. طبعا يكون بها هاي افينيتي تو ذا نيكوتين اند لو افينيتي تو ماسكارين.
النيكوتين مثل ما نعرف انه يكون هو الكالويد اوبتيند فروم توباكو، والكاركتر مال النيكوتينيك ريسبتر انه تكون نيكوتين ات لو كونسنتريشن اكس از اغونست، يعني هذه النيكوتينيك ريسبترز تتحفز بوجود النيكوتين ات لو كونسنتريشن، لكن ات هاي كونسنتريشن ذي تيرن انتو انتاغونست، يعني يكونون اغونست ات لو كونسنتريشن اند انتاغونست ات هاي كونسنتريشن. بالنسبة للمسكرانيك ريسبتر هي قلنا جي بروتين كابولد ريسبتر، وهي تنقسم إلى M1 إلى M3. الـ M1 دائما يكون موجود على السيرفس مال البارايتال سيلز أوف إن ذا غاستريك وول. البارايتال سيلز هي الخلايا اللي تكون مسؤولة عن إفراز البيبسين والهيدروكلوريك أسيد، واللي يكون مسؤول عن عملية الدايجستشن. فلهذا الدراكس اللي تشتغل على M1 ريسبتر أكثر شيء يفطوها بالبيبتيك ألسر. الM2 receptors موجودة بالهارت، والاختلاف والM3 receptor موجودة بالإكسوكرينيك غلانز والسموث مصل. الاختلاف مال الM2 عن البقية أنه الM1 والM3 هي عبارة عن GQ coupled receptor، بما أنه يكونون GQ coupled receptor يعني معناته أنه يزيدون الدايأسيل غليسرول والإنوسيتول ترايفوسفيت. الM2 يختلف عنهم أنه هو GI coupled receptor، يعني هو inhibitory G protein B، هذا يقلل لي من السايكليك AMP، فلهذا تشوفون أنه تأثيره بالهار دائما هو يثبط من عمل القلب. بالنسبة للنيكوتينيك ريسبترز، النيكوتينيك ريسبترز مثل ما قلنا هي اللي تستجيب إلى النيكوتين، وهذه نيكوتين يشتغل اللي هي عبارة عن أونوتروبيك ريسبترز، والنيكوتين at low concentration acts as an agonist while it is an antagonist at high concentration. تنقسم إلى NM and NN. الـ NM هي receptors which are found in the neuromuscular junction of a skeletal muscle، لكن الـ NN they are found in the autonomic ganglia. اكو عندنا نوعين من النيكوتينيك ريسبتر، اما نيكوتينيك ريسبتر موجوده على سطح العضلات the surface of the muscles or the neuromuscular junction، او قد تكون نيكوتينيك ريسبتر موجوده بالاوتونوميك جانجليا. بالنسبه للنيكوتينيك ريسبتر اللي موجوده بالمسلز ممكن انه يصير بيها بلوكج عن طريق الاتراكيوراريوم، والفرق عنها ويا النيكوتينيك ريسبترز اللي موجوده بال autonomic ganglia they are selectively blocked by mecamelamine. فاذا بالنسبه للنيكوتين، النيكوتين يكون نون سيلكتيف، يعني يشتغل على ان ام والان ان، لكن الان ام النيوروموسكولار جانكشن اكو دراج يشتغل سبيسيفيكلي عليها اللي هو الاتراكيوراريوم او التيوباكيوراريوم او الكيوراري، هذا يشتغل دايركتلي على الاسيتاي على النيكوتينيك ريسبتر، وهذا يشتغل كبلوكر، يعني الاتراكيوراريوم مو اغونست يشتغل كبلوكر. بالنسبة للان ريسبتر they are blocked by ميكاميلامين. الميكاميلامين هذا دائما يشتغل على النيكوتينيك ريسبتر اللي موجود بالاوتونوميك جانجليا. الكيوراري او الاتراكيوراريوم او التيوباكيوراريوم اللي ينطوها كمصر ريلاكسنت they block the acetylcholine they block nicotinic receptor in the neuromuscular junction. فهاي بالنسبة للمسكرانيك ريسبتر. المسكرانيك ريسبترز والنيكوتينيك ريسبتر انه النيكوتينيك والمسكرانيك ومثيناتهم يتحفزون بالأسيتالكولين، لكن الفرق بيناتهم انه المسكرانيك ريسبتر هي تكون ريسبونسيف اونلي تو ذا مسكارين وذ هاي افينيتي اند وذ نيكوتين، لكن النيكوتين ياثر عليها وذ لو افينيتي. لما نيجي على النيكوتينيك ريسبتر بالعكس، يعني اثنيناتهم هم يتحفزون الاسيتايكولين يتحفز بال او نيكوتينيك ريسبتر تتحفز بالاسيتايكولين، لكن النيكوتينيك ريسبتر تستجيب الى النيكوتين وذ هاي افينيتي والمسكارين وذ لو افينيتي. المسكارانيك ريسبتر بالعكس، يعني النيكوتين يشتغل عليها وذ لو افينيتي بس الهاي افينيتي فور مسكارين. هذا بالنسبة أيضا تقسيمات الريسبترات. نشوف الM1 ريسبتر أكثر شيء موجودة بالبارايتال سيل وموجودة أيضا بالساليفري غلاند. الوظيفة مالتها أنه يزيد لي الغاستريك سكريشن، وأيضا وظيفتها بالCNS أنه لها علاقة بالميموري، لها علاقة بالإكسايتيشن، أو لها علاقة باللوكوموتور أكتيفيتي.
طبعا الدراكس حتى تشتغل على الام ريسبتور اللي موجوده بالبرين لازم يكون بها قابليه العبور للبلود برين بارير، يلا تنطينا السايد افكتس مالتها. لكن الدراكس اللي تشتغل بالبريفري اللي ما تعبر البلود برين بارير، ممكن انه الام 1 ريسبتور اذا تشتغل على الام 1 ريسبتور، فالام 1 ريسبتور موجود فقط بالسليفري جلاند وموجود ايضا بالباريتال سيل. الميكانيزم مال الام 1 ريسبتور انه يزيد لي الانوسيتول ترايفوسفيت والداي اسيل جلايسيرول، وزيادتها هذه تحدث نتيجه الميكانيزم اوف اكشن مال الام 1 ريسبتور اللي هي عباره عن جي كيو كابولد ريسبتور. بما انه هي جي كيو كابولد ريسبتور فاذا تحفز انزيم الفوسفولايبيز، والفوسفولايبيز يزيد لي الانوسيتول ترايفوسفيت والداي اسيل جلايسيرول. بالنسبه للانوسيتول ترايفوسفيت وظيفته انه يزيد لي الكالسيوم انتري انتو ذا سيل. من زاد عندي الكالسيوم بداخل الخلايا، فاذا كانت هي خلايا افرازيه فحيزيد عمليه الاكزوسايتوزيس اوف ذا هرمون اور اوف ذا انزيم اور اوف ذا برودكت. اذا كانت هي تنقل اعازات عصبيه فايضا هذا حيحفز لي على الاوتونوميك ترانسميشن. فهذا وظيفة الانوسيتول ترايفوسفيت انه يزيد الكالسيوم ليفل. الداي اسيل جلايسيرول هو يعتبر فد سكندري مسنجر ذات انكريز فوسفوريليشن اوف بروتينز باي بروتين كاينيز انزيم، يحفز لي البروتين كاينيز انزيم اكتيفيتي. بالنسبة للM2 ريسبتر، الM2 ريسبتر فقط موجودة بالهارت، والM2 ريسبتر مثل ما قلنا بطبيعتها هي جي اي كابولد ريسبترز اللي هي تكون بيها انهبيتري جي بروتين، وهذا الجي اي ريسبتر يقلل لي من السايكليك اي ام بي. اذا قل عندي السايكليك اي ام بي بالهارت فهذا حيؤدي الى ديكريز ان ذا هارت ريت، ويقلل الفورس اوف كونتراكشن، ويقلل الاي في كوندكتيفيتي، فبالتالي حيقل عندي ستروك فوليوم مال القلب، ويزيد عندي الهارت ريت، وهذا من خلاله حيسوي لنا الكارديو فازيكولار ديبرشن. الام 3 ريسبتر هي تقريبا مثل الام 1، لكن اكو التارجت اوف دراكس اللي يشتغل على الام 1 جزء شوي يختلف عن الام 3، التارجتنج دراكس اكو اختلافات بيناتهم، وهذه اكثر شيء تكون موجوده بالسموث ماسلز والاكسوكراين جلاندز. مثلا السموث ماسلز مال الجي اي تي او السموث ماسلز مال اليورينري بلادر، خاصة أكثر الهولو أورجانز تحتوي على الام 3 ريسبتر، وأيضا موجودة بالإكسوكراين جلانز خاصة الإكسوكراين جلانز بالجي آي تي. فتكون هذه مسؤولة عن سموث مصل كونتراكشن عند جلانديلر عند جلانديلر سكريشن. طبعا الام 3 ريسبتر هي ما موجوده بالبلود فيسل بالفازيكولار سموث ماسلز مال البلود فيسل، يعني ما موجوده بالسموث ماسل مال الفيسل، لكن الام 3 ريسبتر هي تسوي فازو دايليشن. شلون؟ لانه تكون موجوده بالاندوثيليوم، وجودها بالاندوثيليال لاير يحفز الريليز اوف ذا نيتريك اوكسايد. من يزيد عندي النيتريك اوكسايد بالبلود فهذا حيؤدي الى الفازو دايليشن، يعني الفازو دايليتري افكت مال الام 3 ريسبتور هو باي اندايركت ميكانيزم، مو نتيجه وجود الام 3 ريسبتور على البلود فيسل، لكن نتيجه وجودها بالاندوثيليال سيلز فتحفز الريليز اوف ان او، والان او هو يسوي لي الفازو دايليشن. Thank you very much.